طيب من ضمن الاخبار كمان المهمه النهارده هو قرعه بطوله الدوري الممتاز لموسم 2020-2021 واللي اجريت اليوم في تمام الساعه الثانيه 10 ظهرا، وتم الاعلان عن جدول مباريات كل الفرق، وده بالمناسبه اللوجو الجديد اللي ظهر على قدام حضراتكم على الشاشه. يعني في ناس شويه بتتكلم على اللوجو ان هو يعني الناس في الاتحاد الكوره استوحت اللوجو شويه من لوجو الدوري الانجليزي، ماشي يعني الموضوع مقبول شويه، في تطور نسبي، كان ممكن اللوجو يبقى افضل من كده، لكن هو برضو في كل الاحوال مش وحش يعني، ومجهود جيد من المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه 5 زي ما حضراتكم شايفينه كده قدامكم، هو ده اللوجو الجديد للدوري المصري واللي تم الاعلان عنه. التنظيم كان كويس، اللوجو برضو فكرته مش وحشه رغم انه كان ممكن يبقى احسن من كده، بس دايما اي حاجه بتبقى كويسه في الاحسن منها، مفيش مشكله، لكن خطوه في حد ذاتها خطوه جيده. فبالتالي وده طبعا المهندس مازن مرزوق رئيس لجنه المسابقات الجديد طبعا بالاتحاد المصري لكره القدم، خلينا نقول لحضراتكم ماتشات الاهلي بعد اعلان الجدول. الاهلي الجوله الاولى هيقابل المقصه، الجوله الثانيه زي ما حضراتكم شايفين كده غزل المحله، الجوله الثالثه الاتحاد السكندري، الجوله الرابعه الزمالك، وده الموسم الثاني على التوالي اللي يقابل فيه الاهلي والزمالك بعض في الجوله الرابعه بالصدفه، يعني انتقل للقرعه يعني. الجولة الخامسة وادي دجلة، سادس مباراة هتكون أمام سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، بعديهم الإنتاج الحربي، البنك الأهلي، المقاولين العرب، بيراميدز في الجولة العاشرة، سموحة، وبعديهم الإسماعيلي، إنبي، طلاع الجيش المصري، الجونة، أسوان. في كل الأحوال اللي أقدر أأكد عليه واللي أكيد حضراتكم متأكدين منه إن إحنا هنشوف دوري مميز جدا وقوي هذا الموسم، ومنافسة هتكون قوية في مختلف المراكز على بطولة الدوري، خصوصا في ظل التدعيمات الكتيرة اللي بيها كل فرق الدوري الممتاز، حتى الفرق اللي صاعده للدوري الممتاز عملوا تدعيمات مميزه لصفوفهم. طيب خليني اروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان واللي خاص برنامج الترند بتقرير مهم جدا مع المهندس مازن مرزوق رئيس لجنه المسابقات الجديد في الاتحاد المصري لكره القدم، وعقب الاعلان عن جدول الدوري الموسم الجديد موسم 2021 نروح نشوف التقرير، بعدين نروح لفاصل، بعد كده نرجع نكمل اخبارنا، يلا بينا. تحياتي لك زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد انتهاء فعاليات قرعه دوري ممتاز 2021 معي رئيس لجنه المسابقات او مدير لجنه المسابقات الكابتن مازن مرزوق بعد رجوعه من جديد الى اداره المسابقه، بقول لك اهلا بك على شاشه قناه النادي الاهلي وتحياتي الكابتن امير هشام ليك. اهلا بك وتحياتي لقناه النادي الاهلي، ويعني نرجع تاني لمنصب رئيس لجنه المسابقات. كنت الحقيقه اتمنى استمرار حسام الزناتي، ولد شاب مجتهد جدا وعنده فكر كويس، وكنا على تواصل الحقيقه، يعني كان نفسه انه يكمل عشان ندي فرصه للشباب بقى يبتدي ينطلق، لكن ظروفه يعني ظروف عمله، ف يعني اتزنقت في القصه دي دلوقتي. موسم صعب يعني، انا عارف انه صعب، لكن ان شاء الله باذن الله الامور تمشي كويس لو تعاوننا كلنا، الانديه كلها تعاون والمنظومه كلها تعاونت، وكل افراد المنظومه سواء اتحاد ولجان وانديه واعلام. حضرتك قلت يوم بدايه الدوري 11 ديسمبر مصر. ان شاء الله هنبدا الاسبوع الاولاني 11 ديسمبر على طول؟ ان شاء الله 11 ديسمبر السوبر المفروض يوم 10، سوبر افريقي اللجنه الخماسيه بعتت للاتحاد الافريقي تحديد يوم 10 السوبر الافريقي، وان شاء الله نبدا الدوري يوم 11 ان شاء الله. حصل اجتماع مع اللجنه الخماسيه قبل انا ما اجي، يعني الكلام ده من اسبوعين او اكتر، وتم استعراض الموقف ان يلعبوا دوري من دور واحد بعديه تصفيات على المراكز الاربعه وعلى الهبوط. الانديه رفضت وقالت لا نلعب دوري من دورين، وبالتالي اللجنه الخماسيه قالت لهم يبقى بالتالي هنلعب الماتشات الاخيره بدون لاعبي المنتخب الاولمبي، وكل اغلبيه الحاضرين وافقوا، يعني ما كانش في اعتذارات تذكر، فبالتالي الاغلبيه العظمى يعني وافقت، فبالتالي ده اللي هيتم، لان صعب قوي ان احنا نكمل لو هنقف للمنتخب الاولمبي ونقف الاولمبياد. هم 18 واحد اللي هيتاخدوا للاولمبياد، لكن احنا قلنا كده لاستمرار المسابقه، لان احنا لازم نخلص يعني بقدر الامكان ما نتاخرش قوي زي السنه دي. ان شاء الله يعني المتوقع طبعا احنا لسه بناء على القرعه بنعمل جدول هيبقى على نص اغسطس ان شاء الله. انا بنحاول ان شاء الله بحيث ان احنا نبدا الدوري الجديد هيبقى بعديها بشهر تقريبا او بعديها بشهر واسبوع يعني على اواخر سبتمبر، بحيث نحاول نخلص يعني نقرب كل مره، بحيث ان احنا في يعني بعد سنه او السنه اللي بعديها او اللي بعد نبدا في اغسطس ونخلص في مايو زي العالم كله. قصه الاجهاد دي مش موجوده دلوقتي في علم الكره، في علم اسمه ريكفري، ده ليه علم معين، وفي مدربين متخصصين واخصائيين في كل جهاز شغلتهم الريكفري، بجانب ان الفرقه الكبيره عندها بيبقى عندك 30 لعيب، عندك امكانيات ماديه
انك تجيب لعيبه عندك لعيبه على مستوى عندك الدكه فتقدر تعمل روتيشن، بجانب ان انت لما بتكسب يعني اللي هيكسب بطوله افريقيا ياخد 2.5 مليون دولار، هيروح كاس عالم الانديه ياخد 6 مليون دولار بلس السوبر 200,000 دولار، يعني حوالي 9 مليون دولار هيقدر يعمل يجيب بيهم لعيبه فبالتالي الفرق العالم كله ماشي كده، الفرق الكبيره اللي بتكسب بيبقى عندها امكانيات ماديه فبتقدر تجيب لعيبه دكه كويسه، فبالتالي لما بيتعرض للضغوط المباريات بيعرف يتصرف يعمل روتيشن حاجه. هتقول لي بقى الفرق الصغيره هترجع تقول لي احنا ما عندناش، ما هو انتوا الفرق الصغيره برضو بالتالي بتلعب 34 مباراه فقط، الفرق الثانيه اللي وصلت يعني الاهلي والزمالك وصلوا نهائي افريقيا لعبوا 34 دوري، لعبوا 13 ماتش افريقيا، الكاس لو وصلوا النهائي هيبقوا لاعبين 5 ماتشات بلس ان لسه اللي هيكسب هيلعب سوبر ويلعب كاس عالم انديه، والفرقه الثانيه ما لعبتش غير 34 ماتش وممكن تكون لعبت ماتش او اثنين او ثلاثه في الكاس بالكثير، ففرق حوالي 18 او 20 ماتش ما بين الفرقه دي والفرقه دي، فهي هي يعني هتلاقيها بتوازي الجدول. انا ان شاء الله هنخلصه يومين ثلاثه بالكثير، ولازم ابعته الامن وهضطر انتظر موافقه امنيه، وعندي ثقه كبيره السنه دي الحقيقه الامن متعاون الى اقصى حد، الحمد لله البلد بتعيش ازهى عصرها على المستويات كلها بما فيها المستوى الامني واقتصادي وسياسي وبنيه تحتيه وكل حاجه، فيهيالي ان الكوره برضو هيبقى لازم تظهر بالمستوى ده، فلازم احنا كمنظومه نحاول نظهر مباريات الدوري يعني دلوقتي بشكل جديد كرة جديدة شكل جديد للوجو للدوري حاجات كده، بنحاول يعني اللجنة الخمسية بتحاول انها تعمل شكل جديد للكرة للدوري المصري، فاحنا عاوزين في جوه الملعب بقى الاعتراضات تقل الحاجات دي كلها بقى في التزام ما بين اللاعبين، التنافس مطلوب ما بين الاندية وفي الماتش عادي جدا انك تجتهد وتعمل كل فرصك عشان تكسب، بس من تنافس شريف خلص الماتش مين كسب مين كسب هنسلم على بعض ونخرج زي العالم كله، تلاقي العداله ما بين ال 18 نادي كلهم زي بعض. العقوبات ان شاء الله هنعلن لما بنخلص لائحه العقوبات تخلص وهنعلنها للناس كلها، لكن عاوز اقول لك برضو ان ساعات بتبقى في حاجات يعني مش فيكس، العقوبه ما بتبقاش ثابته يعني في القضاء العادي مثلا السرقه ممكن تاخد من براءه لغايه 7 سنين على حسب الحاله، يعني هقول لك مثلا حاله مش ممكن واحد هيروح يقول للحكم مثلا انت حكم ظالم فياخد عقوبه، واحد راح قال للحكم كلام تاني بقى خالص وكلام جارح وعاوز يتخانق اكيد العقوبه هتبقى مختلفه، فلازم هيبقى في عقوبات مختلفه يعني مش كلها حاجه ثابته والا هنظلم ناس كتيره برضه. شكرا. شكرا.